السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل افضل 10 خلفيات للصورة المصغرة، خلفيات تحتاجها للتصميم صورة المصغرة وتصميم اشياء اخرى. طبعا الخلفيات جدا رهيبة بالوان واشكال وتأثيرات جدا خرافية، جدا رهيبة. جايب لكم حزمة برابط وملف واحد. طريقة التحميل جدا سهل، افتح الوصف بتحصل الموقع الخاص لتحميل الخلفيات، موقع او التدوين الخاص بي. كل ما عليك انك تدخل على رابط التدوينة، بعد ما تدخل على رابط التدوينة هذا هو التدوينة، تنزل لتحت اذا تريد تقرا يعني اقرا، تنزل لتحت بتحصل رابط التحميل. كل ما عليك انك تدخل على تضغط على الرابط، بعد ما تضغط على الرابط بيوديك لصفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك هذا الموقع، اوكي، موقع التحميل. اوكي، اضغط على فري داونلود. بعد ما تضغط على فري داونلود، اوكي، اذا ظهر لك اعلان اغلقها، اضغط عليه مره ثانيه. اوكي، بعد ما تضغط عليه مره ثانيه بيوديك الى هذه الصفحه، يعني يقول لك انتظر 30 ثانيه، تنتظر هذا العداد لين ما يكتمل عداد يكون صفر. اني احط علامه صح، انا لست برنامج ريبوت. اوكي، هني اذا ظهر لك اشاره مرور حدد الاشاره مرور. اوكي، ثم اضغط على هذا الزر، بيفتح لك هذا الزر، اضغط على داونلود لينك، فمباشره يبدا تحميل الخلفيات مباشره في جهازك. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط، اضغط على كليك يمين، اضغط اكستراكتر او استفراد او فك الضغط، فيبدا ينتج لك هذا الملف، بتحصل 10 خلفيات جدا رهيبه. الحين راح بستعرض لكم، ناس ما يشوفون هذا هو الخلفيه الاول، خلفيات جدا انيقه جدا رهيبه. هذا الخلفيه الاول، هذا الخلفيه الثاني، هذا الخلفيه الثالث، هذا الخلفيه الرابع، هذا الخلفيه الخامس، هذا الخلفيه السادس. شوفوا خلفيات جدا رهيبه، خلفية السابع، خلفية الثامن، خلفية التاسع، خلفية العاشر، طبعا انا صممت هاي الصوره. ناس يشوفون استخدمت الخلفيه، ناس مش خلفيه الصوره هاي استخدمتها في نفس الخلفيات، صممت هاي الصوره المصغره جدا احترافيه. انت تقدر تصمم بهاي الصوره المصغره هاي الخلفيات بصوره مصغره احترافيه. بس هذا هو الشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.